برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 70، وعنوان حلقتنا الله يلبس إزار عند الأشاعرة. وشفنا في الحلقة اللي فاتت حديث في البخاري عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت حق الرحمن، ومعنى الحق هو الخصر أو الوسط، يعني الله في الحديث ده ليه وسط. وفتح الباري في شرح صحيح البخاري بيشرح الحديث قال وإن في رواية ابن السكن فأخذت بحق الرحمن، وفي رواية الطبري بحق وي الرحمن بالتسنية. قال القابسي أبا أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف الإشكاله، يعني الله طلع مش ليه وسط واحد، لأ ليه وسطين. وأبو زيد المروزي اللي يعتبر واحد من الأئمة الأجلاء حسن النظر مشهور بالزهد وحافظ للمذهب، رفض أنه يقرأ الحديث، وعقله رفض الحديث. وخلينا نقرأ شرح الحديث مرة تانية، قوله باب وتقطعوا أرحامكم، بيقول قال القابسي أبا أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله. وباقي الكلام عندكم، يعني يقول ايه؟ قال القابسي ابو زيد المروزي ان يقرا لنا هذا الحرف الاشكاله، يعني ما كانش عايز يقرا الحديث لان في اشكال. وللامانه انا عاوز اوضح نقطه مهمه في كلام المحقق، شوفوا معايا. في روايه الطبري بحق وي الرحمن بالتثنيه، وقال القابسي ابو زيد المروزي ان يقرا لنا هذا الحرف الاشكاله، يعني ممكن اي مسلم يقول ان ابو زيد المروزي رفض انه يقرا روايه الطبري بحق وي الرحمن، وما رفضش انه يقرا الحديث في البخاري. ارد عليك يا مسلم من نفس كلام ابن حجر اللي نقله عن القابسي، وبيقول وفي روايه الطبري بحق وي الرحمن بالتثنيه، قال القابسي ابو زيد المروزي ان يقرا لنا هذا الحرف الاشكال. ولاحظ معايا مسلم ان القابسي بيقول ايه؟ ابو زيد المروزي ان يقرا لنا هذا الحرف الاشكال، يعني ابو زيد بالعقل شاف ان الحديث اللي فيه حق وي الرحمن فيه حاجه غلط. وبرده حسب نفي الكلام اللي نقله ابن حجر اقدر اقول ان ابو زيد برده رفض انه يقرا الحديث اللي في البخاري، برده الاشكال والدليل الكلام اللي جاي شوفه معايا. ومشى بعض الشراح على الحسب، فقال اخذت بقائمه من قوائم العرش. إذن برضو الإشكال في رواية الطبري والبخاري، طبعا الكلام ده هو اللي خلى بعض الشراح يتشكك في الرواية أصلا ويقوموا بتحريف الحديث الصحيح. يا مسلمين، ابن حجر أعظم شارح للبخاري بينقل إن بعض علمائكم ما عجبهمش كلام النبي فحرفوه، لأنهم شافوا إن النقل ده مش ماشي مع العقل، فقالوا كده بينهم وبين نفسهم النقل أم العقل، فاختاروا العقل. وده هو الكلام اللي بينقله ابن حجر، وشوفوا معايا. ومشى بعض الشراح على الحسب، فقال اخذت بقائمه من قوائم العرش. وطبعا انا كمعده للبرنامج ده اللي هو برنامج النقل ام العقل، هنقول لحضراتكم من باب الامانه العلميه ان في حديث في صحيح مسلم بيقول عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بقائمه من قوائم العرش. أنا ما عنديش مشكلة مع الرواية دي، لكن المشكلة زي ما بيقول ابن حجر، ومشى بعض الشراح على الحسب، فقال فأخذت بقائمة من قوائم العرش. المفروض إن الشراح دول اللي بيشرحوا الحديث ده عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، المفروض يقولوا هما بيشرحوا إن حق الرحمن هو قائمة من قوائم العرش زي ما جه في صحيح مسلم. وبكده يكونوا فسروا كلام الرسول بكلام الرسول، لكن ابن حجر مش بيقول كده، لا ده بيقول ومشى بعض الشراح على الحسب وقال فأخذت بقائمة من قوائم العرش، يعني لما يجي يشرح الحديث عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، وبيحذف كلمة حق الرحمن ويعمل نفسه مش شايفها خالص ويشرح الحديث وكأنه زي كده. شوفوا معايا عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بقائمة من قوائم العرش. وطبعا ابن حجر هنا بيقول ومشى بعض الشراح على الحسب فقال أخذت بقائمة من قوائم العرش، يعني دول بعض الشراح مش كلهم. هنشوف بقية الشراح قالوا إيه في قوله باب وتقطعوا أرحامكم. شوفوا معايا
وهنركز على وقال عياض: الحق معقد الإزار، وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزن به على عادة العرب، لأنه من أحق ما يحام عنه ويدفع، كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أذرنا. واستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. وطبعا المتوقع من الأشاعرة أنهم يأولوا زي ما القاضي عياض يقول، يعني يقولوا الحق ده معقد الإزار. وفي الحقيقة أنا عاوزة هنا أسأل سؤال: إيه معنى معقد الإزار في حق الله؟ يعني سؤالي لكل أشعاري بيرضى أن القاضي عياض بيقول أن الحق ده معقد الإزار، يعني الله بيلف إزار على وسطه ويربطه، يعني ويربط الإزار. معقد يعني عامل من الإزار نفسه عقدة، يعني بيربطه منه فيه كده، يعني الله بيلف نفسه بإزار. معروف يا مسلمين، مين اللي بيربط حاجة على وسطه ويتحزن؟ وزي ما قلنا قبل كده، لو ربطنا بين ان الله او لله وسط او خسر، وبين حديث اهتز العرش الموسع، هيكون ان الله حرك وسطه فرحا بلقاء سعد. وبعدين لو الله بيربط على وسط إزار زي ما بيقول القاضي عياض، يبقى في حاجة بتحيط بذات الله، يعني في حاجة أكبر من الله. وبرضو ده معناه ان الله محتاج الإزار ده لإيه مثلا، بيستر بإيه؟ خلينا نشوف الشيخ سعيد فودة في الفيديو اللي جاي هيقول لنا إيه. قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي الأندلسي في كتابه الشهير العواصم من القواصم صفحة 209: وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول: إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته، يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة. وزي ما شفنا الشيخ سعيد فودة هو بيقول: وأخبرني من أثق به من مشيختي إن أبا يعلى محمد ابن الحسين الفراء ورئيس الحنابلة ببغداد كان يقول: إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته، يقول: إلزموني ما شئتم فإني ألتزم إلا اللحية والعورة. يعني إلزموني ما شئتم إلا إن الله يكون عنده لحية وعورة. وسؤالي للأشاعرة: أنتوا بتأولوا الحق بالإزار ليه؟ هل الله عندكم بيستر بحاجة؟ ونرجع للقاضي عياض ونكمل ونشوف مع حضراتكم. طبعا القاضي عياض قال: لو احنا قلنا ان الحق حقيقي لله كده هنبقى مجسمة ومشبهة، ولو قلنا الإزار حقيقي لله يبقى زي احنا كده سألنا قبل كده، يعني الله بيحتاج الإزار ده يستر بإيه؟ وطبعا القاضي عياض كأشعاري عارف ازاي ينقذ نفسه من الأسئلة دي، وشوفوا معايا قد إيه. فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة انتهى. يعني الإزار ده مجازي. ونشوف ابن حجر هو بيأكد كلامه من القاضي عياض ويقول إيه: وقد يطلق الحق على الإزار نفسه كما في حديث المعطية، فأعطاها حقه وقال إشعر إنها إياه، يعني إزاره، وهو المراد هنا، وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب. والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. ابن حجر بيقول الحق ده يا جماعة هو الإزار نفسه، بتفهموش كلام الرسول. والدليل يا جماعة ان زينب بنت الرسول لما ماتت الرسول قال له: معطية خدي إزاري ده وإشعرنها به، يعني يلفوها بالإزار بتاع النبي، يكون أول توب يلمس جسمها هو توب النبي. توب النبي وبعد كده يكملوا الكفن بتاع جسمها بالأثواب الثانية. فابن حجر بيقول ما تفهموش كلام الرسول خطأ، الحق معناه سوي. وأنا طبعا لما قريت كلام ابن حجر في الحياة اتفاجئت، إزاي ابن حجر ينسى الحق لله؟ يعني يقول مش معنى الحديث إن الله ليه وسط أو خسر، لأ، ده معنى الحديث إن الله ليه توب، يعني الله لابس توب. عند ابن حجر والأشاعرة الله لابس توب. في الحقيقة ده توب الله لازم يكون أكيد مقاسه أكبر من مقاس الله، علشان الله بيلبسه، يعني التوب محيط بالله. وبرضه هنرجع ونقول التوب ده بيستر إيه يا ابن حجر؟ في الحقيقة إن الأشعرة وكل ما يكون عاوزين يقوموا بعملية التنزيه بيغلطوا في الله أكتر وبيشتموه. ومشكلة التنزيه أو حقيقة التنزيه عند الأشعرة هنتكلم عنها في الحلقات الجاية من خلال تعليق الشيخ ابن عثيمين عن التنزيه. دلوقتي احنا عرفنا مع حضراتكم ان الاشاعره لما واجهوا الحديث ده
عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قام الرحب فأخذت بحق الرحمن. قالوا إحنا لازم نأول الحديث ده لأنه لا يليق إن الله يكون ليه وسط أو خسر، لأننا لو أثبتنا لله الحق نبقى كده بنثبت لله الجارحة أو العدل اللي هو يعني الخسر أو الوسط. يعني الأشاعرة قاموا بتأويل حق الله بالسوء. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نشوف الوهابية عملوا إيه علشان يطلعوا من المأزق ده، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوب.